نشرة الأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء أمس كلمة إلى الشعب الجزائري إثر الحرائق التي شهدتها مختلف مناطق الوطن، وأوضح أن البلاد تواجه ظروفا صعبة جراء الحرائق المهولة، خاصة تلك التي مست ولاية تيزي وزو ذات التضاريس الصعبة والوعرة. وأكد السيد الرئيس أن الجزء الأكبر منها يرجع إلى أياد إجرامية، حيث جدد رئيس الجمهورية بالمناسبة تعازيه الخالصة والقلبية لشهداء الواجب من مدنيين وعسكريين الذين قضوا وهم يجابهون الكارثة. يعرف وطننا المفدى ظروف صعبة وأليمة في نفس الوقت، تجسدت في حرائق مهولة مست ما يقارب 17 ولاية من ترابنا الوطني، وتركز أكثرها في ولاية تيزي وزو. بهذه المناسبة الأليمة أجدد تعازي الخالصة والقلبية لكل من قضوا من مدنيين وعسكريين، قضوا شهداء الواجب، شهداء ألهمتهم النيران وهم يحاربونها. كارثة، إنها كارثة، ولكن إيماننا بالوطن وقوتنا وعزيمتنا لن تنهار بهذه المناسبة، سنتصدى لها إن شاء الله. وفور وقوع هذه الحرائق التي لم يعرفها الوطن منذ عشرة سنين، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كل مصالح الدولة بالتصدي لها. لما نعرف أن جزء من هذه الحرائق يعني تسبب فيها ربما الطقس المرتفع جدا في البحر الأبيض المتوسط بصفة عامة، ولكن أغلبها أيادي إجرامية، و فور وقوع كل هذه الحرائق طلبت من مؤسستنا للساتيليت لازال أن يزودوننا بالمعلومات الكافية حتى نرى توزيع هذه الحرائق. الصورة مهولة، صورة مهولة، صورة الساتيليت الجزائري في نفس الوقت حرائق من بليدة إلى عنابة مرورا بولاية تيزي وزو هي المتضررة الأكثر. تصدي لهذه الحرائق التي لم يعرفها الوطن منذ عشرات السنين بهذا الحجم جعلتنا نجند كل إمكانياتنا البشرية والمادية ووسائل النقل، وسائل الإطفاء، وعلى مستوى الولايات أغلب الولايات، ثم ركزنا على ولاية تيزي وزو. رئيس الجمهورية أكد أنه في أول يوم من اندلاع هذه الحرائق قام بإزاء تعليماته للوزير الأول للاتصال بكل الدول الأوروبية الصديقة من أجل اقتناء طائرات إخماد الحرائق. من 9 أوت، من بداية الحريق الأول، أصديت تعليمات للوزير الأول وحتى على مستوى الرئاسة أن نتصل بكل الدول الأوروبية الصديقة بأن نقتني من عندهم طائرات لإطفاء النار، لأن عارفين باللي التداريس ما تسمحش بإطفاء النار بوسائل تقليدية. مع الأسف، مع الأسف، ولا دولة استجابت لنا، لأن آنذاك كل الطائرات الأوروبية كانت ممركزة في اليونان وفي تركيا. بعد ما انتهوا من الحريق تاع اليونان، الحمد لله اليوم لحقتنا طائرتين فرنسيتين، غدوة تكون طائرتين إسبانيتين، ومن على 3 أيام تكون طائرة سويسرية. نقدر نسيطر بهذه الكيفية، نقدر نسيطر على هذا، رغم أن الجيش الوطني الشعبي سخر ما يقارب 6 مروحيات لإطفاء نيران. سديت تعليمات
للجيش الوطني الشعبي أنه يبدأ اتصالات عند شركات اللي تبيع طائرات إطفاء. إذن من ناحية الإمكانيات عكس ما يقال هنا وهناك، الدولة وقفت بإمكانياتها البشرية والمادية. ولاية تيزي وزو كان فيها ما يقارب 3000 عون تاع الحماية المدنية، بالإضافة إلى إطارات الغابات، بالإضافة إلى الجيش الوطني الشعبي، ثم المواطنين المتطوعين. كما أشاد رئيس الجمهورية خلال هذه الكلمة بالهبة التضامنية القوية تجاه المتضررين، محذرا من محاولات استغلال هذه المحنة للمساس بالوحدة الوطنية. كل المواطنين الجزائريين من أقصاها إلى أقصاها قلوبهم مع ولاية تيزي وزو وولاية بجاية. هذه الهبة التضامنية ماذا بنا نحافظ عليها، كما نحافظ على الوحدة الوطنية. نتصدى كلنا إلى من يريدون أن يفرقوا الجزائري بين منطقة ومنطقة. هذا أمور، هذا هو الإجرام في حد ذاته. الشهداء اللي استشهدوا منهم اللي من المنطقة، منهم اللي ماهوش من المنطقة، منهم اللي من ولاية، كثير من ولاية الجنود الشهداء اللي استشهدوا من غرب الولايات. وكل الولايات حاولت تساعد بوسائل الإطفاء اللي عندها، اللي موجودة عندها، حتى نتاع خواص حاولت تساعد باش تخفف الوطن على أخواتنا وإخواننا في تيزي وزو. إذن حذاري 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 من الجراثيم اللي تحوس تغتنم الفرصة باش تدخل في التفريق. الدولة الجزائرية دولة واحدة موحدة، شعب واحد موحد، من تيزي وزو إلى طمر راست، ومن تبسة إلى تلمسان. الأمور هذه مفصول فيها، ونتصدى بكل وسائل اللي يتاح لنا بها القانون باش نكسر هاد الناس اللي يمسوا الوحدة الوطنية. وردا على من يغتنمون الظروف الأليمة لمحاولة التفرقة بين الجزائريين، أكد السيد الرئيس أن المواطنين الشرفاء هم من ساعد مصالح الأمن في إلقاء القبض على بعض المشبوهين في إشعال هذه الحرائق. ما بالنسبة للناس اللي يغتنموا الفرص الحزينة مثل هذه ويسموا في الأوضاع ويحاولوا يفرقوا بين الجيش والشعب، بين الشعب والدولة، أقول لهم فقط أن المواطنين الشرفاء هما اللي ساعدوا مصالح الأمن في إلقاء القبض على بعض المشبوهين. ولحد اليوم، حد الآن أنا أتكلم فيكم، في 22 مشبوه موقوفون وألقي القبض عليهم بمساعدة مواطنين شرفاء أحرار، منهم 11 في تيزي وزو، 2 في جيجل، 1 في عين دفلة، 3 في المدية، و4 في عنابة. وأنا ماشيين تحريات مستمرة، ونجيبوا إن شاء الله، إن شاء الله العدالة تقوم بالواجب تاعها، أنا متأكد منه. رئيس الجمهورية ألح على الوحدة الوطنية وحذر من محاولات استغلال الأزمات لإحداث التفرقة بين أبناء الوطن الواحد. باش نلح على الوحدة الوطنية، ثم الوحدة الوطنية، ثم الوحدة الوطنية، واللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية، ولو راه يهدر من بعيد، تشراك الفم من بعيد، يجي الوقت وين يخلص. الوحدة الوطنية شيء مقدس، 1,500,000 شهيد استشهدوا على الوحدة الوطنية. ما نجيش اليوم لأن فيه ناس مغردين ولا غير مغردين، تحريات تاع العدالة هي اللي غادي تظهر الحقيقة في الشاب اللي اغتيل في 40 نتيرات. ولكن هذه ماهيش خدمة تاع كل أبناء ولاية تيزي وزو ولا كل أبناء الأربعة نتيرات. ما نستغلش الظرف ونطيح في الفخ نتاع المنظمتين الإرهابيتين اللي يحاولوا يدخلوا من هذا الباب باش يمسوا الوحدة الوطنية. حذاري حذاري حذاري، نوصي بعضنا بعض،
نوصي بعضنا بعض بالوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية. هذا وعرفت ولاية بجاية اليوم نشوب حرائق جديدة طالت مساحات معتبرة عبر بلديات برباشة، فرعون وقرى إغيل، حمدون وآيت عباس وآيت مليكة ببلدية كنديرة. فيما سرع أعوان الحماية المدنية لاحتواء الوضع مدعومين بطائرتي كناداغ المرفوقتين بوحدات التدخل. هذا وتعرف منطقة زرقة ببلدية تاجنة بشلف حرائق امتدت إلى حدود بلدية مصدق بفعل هبوب رياح قوية، وقد سارعت وحدات الحماية المدنية إلى عين المكان للحد من انتشار بؤر النيران. الحريق اندلع على الساعة 1:30 زوالا، وفور تلقي النداء تدخلت الوحدات الموجوده على مستوى الوسط الغربي، ولكن الهبوب الرياح انتونسيفي لي فلان تاع لانسوندي. على كل حال بالنسبه للوسائل المسخره سخرنا 16 شاحنه اطفاء و60 عون تدخل، اضافه الى 4 شاحنات اطفاء تحرق الغابات. وحاليا كما راكم تشوفوا يعني رانا نحاولوا كما شفنا الفوق كاين واحد الساكن، انا نحاولوا باش ننقذوا المسكن تاعو. وبفضل تضافر جهود أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الحماية المدنية تمت السيطرة على عدة حرائق شبت ببلدية بوكرام بأعالي الأخضرية بالبويرة. كما تكاثفت جهود أفراد الجيش الوطني الشعبي مرفوقة بعناصر الدرك والأمن الوطنيين وعناصر الحماية المدنية وأعوان محافظة الغابات لإخماد الحرائق التي اجتاحت بلديات سيدي مزغيش بسكيكدا بمساعدة المواطنين والمجتمع المدني. هذه الجهود رافقتها عائشة بوبريق. ونحن نشق طريقنا للاقتراب أكثر فأكثر من منطقة الخنقة، برزام، ديار العرب، قنقيطة ومناطق أخرى كثيرة ببلدية سيدي مزغيش رفقة الحماية المدنية. مسالك صعبة ولجناها مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، عناصر الدرك والأمن الوطنيين. الكل يقف وقفة رجل واحد، لا لشيء إلا لتتبع مسالك تمكنهم من إخماد أي حريق جديد. ويعليه. من ما تقدرش ما تعديش بهذيك. ماشي كيش عدي. ما كاش. كاينه دار طفينا عليها النار. خلاص سيبها. ما عليهاش هاي سلكت. خرجوا من الديار شويه ومنعوا ما عليهمش. من فوق غادي في الجبل. ها في السرا الفوق اللي مع الدريا. خرجوا كامل من الديار. خرجوا كلها. كل الامكانيات وفرتها السلطات الولائيه لاجلاء السكان واخلاء منازلهم والتوجه الى الاماكن الخاصه بالايواء. تدخل مختلف المصالح لإجلاء الأسر، وقد تم إجلاء حوالي 100 أسرة سواء على بلدية أم الطوب أو ببلدية سيدي مزغيش، والآن رحنا في موقع لإجلاء أسر أخرى وفي حال تأهب واستعداد. تم التكفل بتحديد مركز الإيواء اللي هو متمثل في المركز التكوين المهني في مركز بلدية سيدي مزغيش لاستقبال المواطنين المضرين، بالإضافة إلى فرق الأطباء اللي هما معنا لهنا ومازالوا متواجدين إلى غاية الساعة على مستوى المركز. قمنا بطهو وأكل وجبات ساخنة ووجبات سريعة قدمناها للمواطنين اللي كانوا في عين المكان يطفيو في النار، ورانا دو كما راكم تشوفوا رانا نستناو كاش ما يكون وفد وفود عائلات جدد. الحيطة والحذر ووعي المواطن يساهم في سرعة تدخل المصالح المعنية. وفي إطار الهبات التضامنية الوطنية التي تعرفها الجزائر جراء الحرائق التي تشهدها العديد من الولايات، انطلقت صباح اليوم من ولاية تيبازا قافلة تبرعات موجهة للولايات المنكوبة. هذه العملية تم تنظيمها من طرف تنسيقية الأمل للجمعيات وجمعية نور الملأ لمساندة ذوي الإعاقة بالولاية.
كما انطلقت من ولاية مستغانم هبات تضامنية إنسانية محملة بمواد أساسية لفائدة العائلات المتضررة من حرائق الغابات بولاية تيزي وزو. أبو بكر منصور يفصل. هبات تضامنية إنسانية محملة بمواد غذائية ومعدات طبية ومستلزمات أساسية لفائدة العائلة المتضررة من موجة حرائق الغابات بولاية تيزي وزو. ولاية مستغانم كانت حاضرة على غرار كل مناطق الوطن. هذو أخواتنا بالسيفة اللي نعاونهم، والقافلة هذه راهي متنوعة شعب ودولة، ماذا بينا نعاونوا خاوتنا في القبائل وبالشي اللي كان اللي نطيقوا له نمشوا معهم به. وهذه هي الجزائر وهذا هو الشعب الجزائري. هذه القوافل الإنسانية لا تزال متواصلة لفائدة كل الولاية المتضررة إلى غاية نهاية الأزمة. هبة تضامنية من طرف الجمعيات، المواطنين، المحسنين بجميع أطيافها، أسفرت على جمع أكثر من 13 شاحنة من جميع المواد الغذائية الصيدلانية، أدت الأولوية وإن شاء الله تكون كدفعة أولى على أن للتكفل بمطالب المواطنين في ولاية تيزي وزو. الوقوف إلى جانب البعض لتجاوز الأزمات عمل إنساني راسخ منذ القدم، والذي يدل على مدى التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع الجزائري. على إثر الفاجعة التي ألمت ببلادنا هذه الأيام جراء الحرائق المهولة والتي أدت إلى إزهاق الأرواح والأنفس وإتلاف مقدرات الأمة، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعلم كافة المواطنين أنه ستقام صلاة الغائب على أرواح الشهداء من المواطنين وأفراد الجيش الوطني الشعبي الذين قضوا نحبهم في هذه المحنة، وذلك اليوم بعد صلاة الجمعة. وتدعو بهذه المناسبة الأليمة أن نبتهل للمولى عز وجل متضرعين ونلجأ إليه بالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، ولذويهم بالصبر والسلوان، سائلين الله تعالى أن ينزل علينا من غيثه ورحمته ما يطفئ هذا اللهب، وأن يجعله بردا وسلاما على البلاد والعباد، وأن يحفظنا من كل سوء. شددت وزارة الاتصال أمس على أن ما يتم تداوله من مضامين على موقع فيسبوك يعد مساسا وتهديدا لمصالح الجزائر وسمعتها، مؤكدة أن الدولة عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة لحملها على معاملة الجزائر على قدم المساواة مع الدول الأخرى. كما أوضحت أن فيسبوك يعتمد كما هو معلوم ووفق التصريحات الرسمية لمالكيه على لوغاريتمات تتحكم في مدى انتشار المضامين، الأمر الذي يجعل منه سلاحا يوجه ضد الشعوب والدول تبعا لمصالح اللوبيات المعادية، ومن ولاها، مشيرة إلى أن الأمثلة التي تخص الجزائر كثيرة والتحقق منها متاح للجميع. الدولة الجزائرية عازمة على الدفاع عن تلك الحقوق والسيادة الوطنية والذود عن السيادة الرقمية الوطنية وحماية مصالح شعبها من كل الخطط والنشاطات الهدامة. مواصلة لعمليات جلب التجهيزات الصحية الضرورية للتكفل الأمثل بالمصابين بفيروس كورونا كوفيد-19، حطت مساء أمس بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي، على متنها 4 مولدات لإنتاج الأكسجين تم اقتناؤها من فرنسا لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات. هذه الشحنة ستليها شحنات أخرى من التجهيزات الصحية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الأيام والأسابيع القادمة. وتؤكد التجند الدائم للجيش الوطني الشعبي إلى جانب مؤسسات الدولة للمساهمة في الجهود الوطنية لدعم المنظومة الصحية الوطنية في مواجهة هذا الوباء الفتاك والحد من آثاره الخطيرة. و
وفي إطار مجابهة الوباء، حملة تلقيح واسعة شهدتها مساجد ولاية أدرار بتنسيق مع مصالح مديرية الصحة للولاية، وهي العملية التي استحسنها المواطنون، تقول وهبة مزوج. بيوت الرحمن بأدرار تفتح أبوابها أمام المواطنين لتلقي اللقاح، طريقة مثلى لتطويق الفيروس والتقدم نحو المناعة الجماعية. التفشي نتاع الكورونا وحالة خطيرة، جيت محض إرادتي. بعد الخطابات تاع الجمعة قالوا باللي كاين لقاح، هنا وكنا نتمناه باش تكون في المساجد، والله كنا نتمناه. كنت متردد في الحقيقة، واش كاين مرقينا لله، هي الحاجة الوحيدة هي. الزوج ديالي والي قالها لي، وانا تشجعت وجيت. فاكسان جديدة، وكان عندنا الثقة في دولتنا الحمد لله والأطباء نتاعنا. كي راح بابا يصلي في الجامع قالها لي، قال لي بلي راهم يديروا اللقاح هنا في الجامع، قال لي روحي ديريه باش 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 نحمي روحي من هذا الفيروس تاع كورونا. هذه الحملة الصحية في الفضاءات العمومية تندرج ضمن استراتيجية التطعيم الشامل للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الملقحين. ندعو المواطنين إلى الإقبال على هذا التلقيح باعتباره الحل الأمثل والناجع للحد من تفشي وانتشار هذا الوباء. إقبال كبير لدرجة أنه الحمد لله فضل الله عز وجل القائمة يومين يتعمر بالمواطنين. اللقاح هذا هو عبارة عن حقنتين، الحقنة تتم في اليوم الأول، بعد 21 يوم المعني يجي يتقدم المصالحنا باش يدير الرابل أو ما يسمى الحقنة الثانية التذكيرية. وتبقى عملية التلقيح ضرورية لمجابهة الفيروس. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، مسبوقين قضائيا في قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات وجناية سرقة بتوفر ظرف التعدد والكسر وظرف الليل، حيث تم استرجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب70 مليون سنتيم، وآخر من العملة الصعبة يقدر ب2500 أورو، وثلاثة هواتف نقالة وسيارة سياحية. بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات المختصة إقليميا. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم والسلام عليكم. أتيت إليك يا